العنصر الثاني أو المجال الثالث بالأحرى بعد مفهوم القرآن وبعد التعريف بالله جل وعلا، الإنسان، أنا وأنت، وحقيقة وجود الإنسان في القرآن كمفهوم ومجال التدبر واسع جدا، والسبب واضح، لأن الله جل وعلا بما هو متكلم بهذا القرآن يتكلم مع مخاطبين هم الناس، الإنسان لا يتكلم مع الحجر ولا مع الشجر ولا مع الأراضين ولا مع السماوات ولا مع الملائكة ولا غيرهم، ولكن المخاطب الرئيسي أنا وأنت الإنسان، لأن الله جل وعلا صرح بأن هذا القرآن أنزل على الإنسان وللإنسان ومن أجل الإنسان. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، يعني الإشفاق حصل من الكائنات جميعا وتفرد الإنسان وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا، ظلوما لنفسه، لأنه حملها ما لا طاقة له به، ما لا طاقة لها به، كيف بشيء أشفقت السماوات والأرض والجبال بحمله تحمله أنت أيها الإنسان؟ فهذا دال على أنك لا تعرف ما تحمل، وظلوما ظلم نفسه، لأنه لن يؤدي الحساب كاملا إلا بعون الله وإلا بعفو الله، وفي الحديث الصحيح من نوقش الحساب عذب، من نوقش من التي تفيد العموم والاستغراق، ولا الأنبياء أنفسهم ولا الأنبياء لو يناقشوا الحساب أحد من الناس عذب، ولذلك في الصحيح من السنة لا أحد يدخل الجنة بعمله، قيل ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلذلك إذن يعني الأمانة خطب بها الإنسان، فالموضوع الرئيسي من حيث المخاطبة، من حيث المخاطبة في القرآن هو الإنسان، فلابد أن نعرفه، لأنه بمعرفة الإنسان ستعرف نفسك. وأجهل الناس بالناس الناس، أجهل الناس بالناس الناس، ولذلك حينما تنظر إلى نفسك ستجد عجبا، كل الناس يعرفونك من حيث الشكل والسماء والصورة، أنت لا تعرف نفسك، حتى حينما تنظر إلى المرآة، وهذا حينما تتأمله تجد عجبا، يعني حقيقة شيء ذوقي نفسي يفزع الإنسان، والله حينما يتأمل، هذا مازال على الشكل، لم نتحدث عن العمق أو عن المعنى، الشكل شيء مفزع للإنسان إذا تأمل أنه لا يعرف نفسه صورة، ما كاينش شي واحد اللي كيعرف الصورة ديال وجهه كيفاش دايرة، أنا وأنت كتشوف يعني الإنعكاس ديالها إما في المرآة أو في صورة، ولكن ليست هي الحقيقة. أنتم تروني أنا الآن أحسن مما أرى نفسي، وأنا أرى الوجوه التي أمامي أحسن مما يراها أصحابها، وهذا شيء عجيب وغريب، لأني لا أعرف نفسي إلا من خلال الأشكال، ليس من خلال الحقائق، إلا من خلال الإنعكاسات الصورية في مرايا أو في صور ورقية، لكن أنا أريد أن أرى نفسي كما أنا طبيعة حية، مستحيل. هذا يقودنا إلى مجال أعمق وهو المقصود، النفس، النفس التي هي حقيقة الوجود البشري. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس، من يزعم أو يستطيع الزعم أنه يعرف نفسه؟ لا أحد. ولذلك جعل الابتلاء، التكليف في حقيقة الأمر من أهم مقاصده أن يعرف الإنسان نفسه. أنا وأنت وكل أحد يقول حينما يتمنى، يقول يعني لو مثلا إذا كان صالحا أو يتمنى الصلاح، لو كان لي من المال كذا وكذا وكذا لبنيت المساجد ولا فعلت من الخير ولا أطعمت اليتامى. ولكن حينما تبتلى بالمال كثيرا ما يجد الإنسان نفسه عاجزا عن فعل كل ذلك أو بعضه أو بالصورة التي كان يتمنى. أمل الإنسان ما تمنى، لا يستطيع أن يصل إلى الحقيقة التي كان يتمناها، ويكتشف من بعده أنه عاجز عن فعل ما يتمناه حقيقة. لا لا، لا نتحدث عن الإنسان الذي يكذب، لا دعك من الكذب، لا لا، نفرض المثال الصادق، الإنسان فعلا بصدق العزيمة وصدق النية أنه يقول لو كان لي وكان لي لفعلت ولفعلت، هذا رجاؤه وهذه أمنيته، لولا أن يوفقه الله لا يستطيع. حينما يدخل في الامتحان يكتشف بأنه عاجز، وكثير من أمور الابتلاء يعني الشهوات
يعني تقول فلان سقط في المصيبة الفلانية، لو كنت مكانه، لو كنت مكانه والله لا تدري أتثبت أم تكون من الهالكين. ولذلك أمرنا في الحديث أن نسأل الله العفو والعافية، إذا سألتم الله فاسألوه العفو والعافية، لأن الابتلاء يفضح النفس وتجد نفسك أنك كنت أجهل الناس بنفسك، تجد نفسك أنك كنت أجهل الناس بنفسك. ولذلك ما حكمة الابتلاء؟ دخول الجنة والنار ما حكمة الابتلاء؟ يعني بعض الناس يتوهم بأن الله عز وجل يعني يسند العلم لنفسه يعني تجريبا، سبحانه علمه ليس تجريبيا أبدا، العلم التجريبي هو يعني من شأن ناقص، والله جل وعلا له الكمال والجلال. الله سبحانه عليم بمصيرك قبل أن يخلقك، لا يحتاج إلى أن يجربك، وإنما المستفيد من تجربة أنا وأنت. في حديث عجيب من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن آدم عليه السلام حينما أهبطه الله الأرض وكان قد أراه ذريته، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، إلى آخر الآيات. سيدنا آدم رب العالمين سبحانه مسح ظهره بيده في الحديث الصحيح، يعني سيدنا محمد يفسر لنا الآية، قال لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، فجعل آدم ينظر في بنيه. قال العلماء تلك صور الأنفس، لأنه يعني آدم يشوف الأبناء دياله مازال ما خلقهم الله تعالى، وبصريح النص في الحديث فيه فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة. اسم الفاعل في سياق الضمير يدل على الاستقبال، يعني كما إني جاعل في الأرض خليفة أي سأجعل، إني جاعل، إني خالق بشرا من طين أي سأخلقه، فسقطت كل نسمة هو خالقها أي سيخلقها. فكيف كان آدم ينظر إلى ما لم يخلق بعده؟ ينظر إلى صور الأنفس وصور الأرواح التي هي الآن كما يعني كما هي يعني أرواح الأنبياء في السماء، وقد شاهد النبي عليه الصلاة والسلام الأنبياء في السماء في ليلة الإسراء والمعراج، والتقى آدم وموسى وإبراهيم وعيسى، كثير من الأنبياء حدثنا عنهم رسول الله عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء والمعراج، رغم أن أجسامهم دفينة التراب ولكن صورهم الروحية صور الأنفس موجودة هنالك في السماء. ولكل نفس صورة، ونفس وما سواها، والتسوية دالة على تكميلة الخلق وإتمامه. فآدم عليه السلام رأى من بين من رأى داود عليه السلام، رأى ابنه داود فأعجبه نور ما بين عينيه، لأن الله جعل لكل واحد من ذرية آدم نورا بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا ابنك داود عليه السلام. فقال أي ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال ربي زده؟ قال ليس من الأعمار إلا ما قد قضيت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث القدسي العجيب. فالله آدم عليه السلام قال يا ربي زده من عمري 40، وكان قد أعلم الله آدم بعمره، ربما البشر الوحيد الذي أعلم بعمره هو سيدنا آدم، أشحال غادي تعيش؟ كان أعلمه بألف سنة كما في الصحيح من السنة. فقال له أنت وذاك بغيت تزيده من عمرك 40 فزده، فزاده، فرضي أن يزاد داود من عمر آدم 40 سنة. قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يحكي القصة وهي في الصحيح مخرجة في صحيح الجامع الصغير، قال ثم أهبط آدم، يعني أن القصة وقعت قبل الإهباط، قلنا اهبطوا منها جماعة جميعا كان قبل ذلك، ثم أهبط آدم. فاختصارا يعني حينما جاء الأجل وضق ملك الموت باب آدم، قال من؟ قال ملك الموت، قال أوليس بقي لي من عمر 40؟ لأن وجه في ألف قل 40. قال بل أعطيت، أوليس قد أعطيت ابنك داود 40؟ قال أنا، قال نعم، قال لا. فأنكر آدم، قال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو محل الشاهد عندي، قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. ولذلك جعل الله الكتبة والشهود عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ليس الله الذي في حاجة إلى التوثيق سبحانه، لا أنا وأنت حتى لا ننكر يوم القيامة أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين. فلذلك حكمة الابتلاء من أجل أن أعرف نفسي علاش قد،
ولذلك أعرف نفسي حينما أبتلى بشهوة، حينما أبتلى بمصيبة عافانا الله وإياكم، حينما تبتلى بالخير فتطغى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا القرآن يعرفك بنفسك، مجال أساسي للتدبر. هذا الأمر إذن لابد وأن تستحضره وأن تقرأ القرآن وأن تتلوه.